السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شباب خير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبحلقة جديدة من لعبة ايجيبشن لايف، لعبة الحياة المصرية. واليوم يا جماعة رح نروح نستلم سيارتنا الشاص من عند الميكانيكي، لأني ركبت عليها الجي بي اس، فإن شاء الله يكون تركب حاليا ورح نشوف شو هو بنفس الوقت. وطبعا يا جماعة رح نحكي على التحديث القادم. التحديث القادم يا جماعة رح يكون عن جد كثير كثير حلو، إن شاء الله رح يعجبكم. رح يصير فيه أشياء يعني تعديل جذري على اللعبة. فخلينا اول شيء قبل ما ابدا المقطع، لا تنسوا اللهم صل على النبي واللايك والاشتراك في فيصل رجال صحتكم كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزه. وهلا يا جماعه بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. فمثل ما شايفين قدامكم عندنا بهي الرساله عم بحكي لنا المطور انه التحديث القادم للاندرويد راح يكون يعني تحديث ضخم بالنسبه للسلاسه وتحسين اداء اللعبه بشكل كامل. يعني يا جماعه الخير، تحسين استهلاك الرامات تبع الجوال بنسبه تتراوح بين 40 و65%، بيعني انه اللعبة رح تصير تشتغل على معظم الاجهزة من رامات الاربعة وانت طالع ل 18 او 16 او اللي هو، هي رح تصير تتقبل اللعبة الاجهزة الضعيفة والاجهزة المتوسطة والعالية. فيا جماعة الخير بحكينا كمان للأسف بما انه حصل تغيير في نظام حفظ اللعبة، فبالتالي اللي عمل حاجات عنده في اللعبة هتروح منه في التحديث الجديد. يعني يا جماعة كل شيء حدا مجمع فلوس لعب في اللعبة، معدل سيارات، مزبط على الأشياء هي، وراح يروح منه كل شيء تقدم عملته فيها. فبسبب هذا الشيء بيحكينا المطور انه راح يعطي لكل شخص بيبدأ باللعبة من جديد راح يعطيه بالبداية 3000 جنيه. يعني اول ما بتبدأ اللعبة راح يكون معك 3000 جنيه. وبالنسبة لموضوع الايفون، كتير راح تسألوني هلا انه ايمت راح تنزل اللعبة على الايفون او كذا. فيا جماعة الخير بالنسبة للايفون، يعني المطور حاليا عم يشتغل عليها، وحاليا يعني مثل ما شفتوا راح ورجيكم صوره نشرها من جوال ايفون 15، فكان عم يجرب اللعبه. ان شاء الله بس من نزلت على الايفون راح اخبركم، ما راح اقصر معكم. وحاليا يا جماعه مثل ما شايفين جينا على الميكانيكي، راح ندخل اول شيء على المكتب هون نشوف شو الوضع. مثل ما شايفين يا جماعه الخير، اذا ظهروا لك هدول الصور وظهر هون عندك مثل ما شايفين الفيش او هذا الشيك بقيمة صفر، معناتها السيارة جاهزة. واذا كان ما ظهروا عندك هدول الصور وظهرت بس عندك صورة الشاص وعم تنتظر وكذا، فمعناتها لحد الان ما خلصت السيارة. فيا جماعة الخير، انا بالنسبة لي بالحلقة يمكن السابقة او اللي قبلها مثل ما تذكروا جيت حطيت الشاص هون بهذا المكان. فبعد ما حطيت الشاص بهذا المكان رحت ورجعت وحكيت مع المطور، قلت له انه يعني الجي بي اس ماركب وصرفت فلوس على الفاضي. فقال لي المطور يعني يمكن في شيء خطأ صار او كذا، فما بعرف يعني. فانا يمكن اكتشافي للمشكلة واللي هي انه السيارة غالبا ما رح تصفى في الخارج، رح تصير تصفى في داخل الجراج هون. كيف يعني؟ رح ورجيكم. رح تيجي لهون تصف السيارة هون وما تعود تحركها ابدا، يعني صفة وطفيها وشيل حالك وامشي. بتروح مباشرة على البيت بتنام، وبتجي من البيت على الجراج بنفس الوقت اللي جيت فيه. كيف يعني يا جماعة؟ مثلا انت تركت السيارة اليوم الساعة 12، ترجع تاني يوم الساعة 12 بتجي بتاخدها، رح تطول عند الميكانيكي يوم كامل، عرفتوا؟ بالنسبة لبخ السيارة تغيير اللون وكذا رح يطول يومين، بالنسبة لتركيب الجي بي اس رح يطول يوم واحد فقط. شايفين قدامكم الجي بي اس مركب مكان الشاشة اللي كانت موجودة سابقا. نفتح الباب يا مدير ونركب ونشوف ايش الوضع. ورجينا نشوف، شايفين جي بي اس شيء مرتب. طبعا بالنسبه لسياره المرسيدس راح يركب لك اياه هون على التابلو، بالنسبه لهي السياره بركب لك اياه بهذا المكان هون. فخلينا نجي نشغل الجي بي اس، بما انه في عندنا زر هون ما بعرف اذا ملاحظين حاطين هون بوتون، راح تضغط عليها بيشتغل الجي بي اس بهذا الشكل على وضعيه اللابتوب. مثل ما بتعرفوا في لابتوب في البيت بيكون نفس الشكل، فبتجي بتضغط هيك على السكرين بهذا الشكل، بتلاقي بيظهر لك هون المابس، شايفين؟ حتى بيظهر لك الساعة، حاليا الساعة 10:44. فرح ندخل مباشرة على الماب، مثل ما شايفين الماب هون بتكون بهذا الشكل، بتكبر بتصغر، شايفين؟ الوضع شيء مرتب. طبعا لحد الآن ما بتقدر بتحدد موقع تروح عليه أو كذا، بس بتشوف حالك من على الخريطة، يعني بهالشكل هاد، شايفين ما أحلى؟ يمكن في الايام القادمه يصير في تطبيقات تانية تنضاف على هذا الكمبيوتر او على هذا الجي بي اس. يعني حاليا الوضع بهذا الشكل، فخلينا نحط باك مثل ما شايفين. شلون الوضع يا شباب؟
شي حلو، ها؟ بنشغل ونطلع نشوف الجي بي اس راح يشتغل وراح يحدد موقعنا محل ما عم نمشي ولا لا. طبعا الجي بي اس بيشتغل بدون ما تشغل السيارة، ما في داعي تشغل السيارة. راح نضغط جي ونحط هيك ونمشي مثل ما شايفين قدامكم. الجي بي اس راح يتحرك، هلا شايفين شلون طلعنا من برات الجراج وعم نمشي؟ شايفين؟ يا عين ما احلاها. حلوة ما؟ تعالوا لنشوف وين راح نروح. نروح من هالجهة. ان شاء الله بالايام القادمة بيتطور، بصير في عليه تطبيقات تانية، بصير تحدد موقع، بتحدد مكان تروح عليه، او ببين لك مكان الشغل او هالاشياء هاي. يعني الوضع بهذا الشكل يا جماعة. هذا هو الجي بي اس، ركبناه واخيرا بعد عناء طويل طويل. فمثل ما شايفين راح نروح على البيت تبعنا. فمثل ما شايفين يا جماعة وصلنا معكم لنهاية المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم المقطع وعجبكم التحديث. طبعا بالنسبة للتحديث القادم قلت لكم انه كل شيء حدا عنده تقدم في اللعبة راح يروح كلياته على الفاضي. كل شخص عنده اللعبة حاول انك تعمل سيف وتحتفظ في السيف تبعك، غالبا راح نستفاد منه اذا كان راحوا البيانات تبعك من اللعبة بشكل تلقائي. فلذلك يا جماعة الخير وصلنا معكم نهاية المقطع. لا تنسوا رمز الصلاة على النبي واللايك والاشتراك في فيزا رجاء توصلكم كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزة. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلامه.